عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المسجد يحدثنا، فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه. فحدثنا يوما فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجبذه بردائه. الأعرابي لحق النبي صلى الله عليه وسلم ومسكه من عند يعني ريبة الجلابية، قال جبذه بردائه فحمر رقبته. شد ماكني. وكان رداء النبي صلى الله عليه وسلم خشنا، فالتفت إليه قال الأعرابي: احملني على بعيري هذين فإنك لا تحملني من مالك ولا من مال أبيك. ها تعطينا من هالمصاري اللي موجودة في بيت المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وأستغفر الله، أنا لا أحملك لا من مالي ولا من مال أبيك، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا أحملك حتى تقيدني من جبذتك التي جبثتني. خير إن شاء الله، بس ترك لي أبة القميص. قال: فكل ذلك يقول الأعرابي والله لا أقيدكها. قال: فلما سمعنا قول الأعرابي أقبلنا إليه سراعا. الصحابي أبو هريرة يروي الحديث. قال: فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: عزمت على من سمع كلامي ألا يبرح مقامه حتى آذن له. ما حدا بيناتكم يتحرك، لأنه هنين جاءوا. كيف الأعرابي ماسك هيك أبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم: احمل له بعيريه هذين، على بعير شعيرا وعلى الآخر تمرا. ثم التفت إلينا فقال: انصرفوا على بركة الله عز وجل. مع أن الموقف الحقيقة بيستوجب غضب، بيستوجب ردة فعل، بيستوجب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لكن يظهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرات أنت بتشوف إذا حكيت ما بيفيد الحكي. رآه جاهلا يبحث عن شيء من المتاع، ما في فائدة إلا صح وخطأ، بينفع وما بينفع، ونزل إيدك وهلأ مدري شو بده يصير فيك. أعطاه حاجته وانصرف، وقال للصحابة: انصرفوا على بركة الله عز وجل، إنها صورة من صور حلم النبي صلى الله عليه وسلم على جفاة الناس. مرات أنت بتكون ماشي بالسيارة وأنت لا تنتبه، يمر إنسان أو تمر سيارة وربما بطريقة ما تكلم معك كلمة غير مناسبة، ما بيفيد أبداً أن تقول له لماذا وكيف وتلحقه بالسيارة وتزمر له وأنا شو ساويت لك، ما بيفيد، ما فائدة هذا الكلام. مرات دعها تمر، مرات قد تسمع كلمة غير لائقة وأنت غير يعني لست معنياً بها، امشي. من الحلم ألا ترد على السفيه سفهه، من الحلم ألا تنزل إلى مكان أدنى من مكانك الذي أنت فيه.